السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات، قناة اللي غادي نتكلموا بالك على ماجر والتصريحات تاعو من جريدة قطرية، وين يتهم ويتكلم تكلم قال لهم لو أبوح بأسرار عن الاتحادية الحالية سوف أزلزل الجزائر. يعني هذه التصريحات نقولوا حنايا ماجر يريد كسب محبة الشعب الجزائري بعد ما ضيع ذيك المحبة، بعد ما ضيع ذيك الثقة، بعد ما ضيع ذيك الصورة تاع لعاب تاريخي في الجزائر، شخصية وطنية في الجزائر. يعني احنا يا ماجر لو كان تكلم، احنا كرهنا نتاع كون نهدر. خاطش على بالنا بلي ماجر خدم ولعب كوب دافريك ولعب لي ماتش واللي خلاه واللي كان مخليه باش يخدم، لولا التصريحات تاعو تجاه الجزائر هو الا السيد الحاج محمد راو راوكي. نتكلموا بالارقام، الحاج عطاه فرصه باش يروح يلعب كوب دافريك، لعب كوب دافريك كمدرب، لعب وزاد لعب مول كوب دافريك زاد خلاه. لكن التصريحات تاعو تصريحات تجاه الجالية الجزائرية عندما قال للجريدة البلجيكية بأن الناس اللي داروا الفوضى في ملعب في فرنسا ضد الفريق الفرنسي، قال لك مشي ولاد الجزائر، هذوك جزائريين بصح ولاد فرنسا. على هذيك هو الطرد، احنا ما كناش نعرفوا هاد الصوالح يعني بصح دخلوا. كاين جمعيات مغتربين، كاين جمعيات اللي احتجوا هنايا في عند الدولة الجزائرية، احتجوا الكلام اللي قاله، التصريحات اللي قالهم. احنا اليوم تصريحات، انا نشكر الاخ جزائري مغترب في قطر، وين راي في لي سيت والله لا راحت لي في لي سيت. بصح الحصه الجايه نقول لكم وينها، ندير لكم السيت ولا نديروها في الفيسبوك ان شاء الله بربي، غادي تسيبوها في الفيسبوك. حنا اليوم تصريحات تاع ماجر تجاه الاتحاديه، يعني نديروا علامه استفهام. ماجر هو اللي كان بطريقة غير مباشرة، كان ماجر هو رئيس اتحادية، هو اللي حط زتشي، هو اللي حط كلش، ومن بعد حط روحو مستشار تاع رئيس اتحادية، خاطر هو ما يبغيش يقدر بستيلو، هو يبغي التحواس. أول مدرب في الجزائر شناه تانمو هو الرسمي في الاتحادية، شناه مين راح للسفارة تاع النمسا، نهار اللي راح السفارة تاع النمسا شناه كيفاش راح السفارة تاع النمسا، كان هو الرسمي. شناه نهار اللي جا في الجمعية العامة والبديديه هو مدرب وجار بديديه قال مكاش شي عيبك. شناه صوالح مع هاد الاتحادية مكاش كاع، رؤساء نوادي هما اللي قالبين الاتحادية، رؤساء نوادي هما اللي قالبين الرابطة، ويقول لك بين 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 يديروا اصلاح للفرق تاعكم، ماشي اصلاح للجزائر، بيديروا اصلاح للفرق تاعكم. لازم هنا الدوله، ولازم الوزير الشبيبه والرياضه، ولازم الوزير الاول وهو وزير الداخليه وهو السيد بدوي، لازم يتفطن لهذا الخطه اللي هم دايرينها. رؤساء نوادي روح ضروا ديروا عليهم لونكيت، نطلب من السيد الوزير تاع الشبيبه والرياضه والوزير وزير الداخليه السيد بدوي يروح دروك الاتحاديه الا كاين خدامهم كاينين ولا كاين، خاطش الناس مشاي خالصه، الناس ما كاش دراهم، كل واحد راه ينافيغي على روحه، لا قاضب جواري يبيع فيه ولا قاضب لاربيت يخدم معاه، كل قاضب اونتريال كل واحد وكيفاش.
والله لا مهموله كيسموه ماجر تكلم على رئيس اتحاديه، قال لهم لو اتكلم على رئيس اتحاديه زنزال، قال لهم لو اتكلم زنزال، يعني حنا هذا الرئيس اتحاديه مخلينه زنزال. انا روحت كاع بعيد، فكرت باللي لقجع مي كان يروح عند لقجع، تفكرت مع الميجاب بلاكار، خدت عليه ميجاب بلاكار ماجر كان فيها، وماجر راه يشوف باللي هذا رئيس اتحاديه راه ينفذ في الاوامر تاع بلاكار، باللي اللعابه الجزائريين ما يجيبهمش من الخارج. لولا حنا شكون اللي راه يجري وحده؟ وهو جمال بالماضي، جمال بالماضي يد واحده ما تصفقش، يد واحده ما تصفقش، ما نغلطوش وما نغلطوش روحنا، يد واحده ما تصفقش. جمال بالماضي غادي يعيا ويكره، خاطش عليه هادو راه مبلعين عليه، مبلعين عليه. جمال بالماضي راه صايب محرز وجماعته، ادم له الناس بن طالب يدور فيهم، صاب ليكيب، صاب الستاد، صاب لي فيستيار شابين تاع البليده، هذا ما صاب. وشكون اللي خلاهم؟ صاب سيدي موسى، شكون اللي خلاه؟ شكون اللي خدمه؟ شكون الاستراتيجيه تاع من؟ افكار تاع من؟ خاطش كان اللي يروح يقول لي دراهم الدوله، بصح الافكار، الافكار دراهم كي تجيك عند يجي عندك مينيست يقول لك اعطيني بلاصه نعطيك فيها 1000 سكنه. المير يا المير عنده البلايص يا ما عندوش افكار، ما كاش هنايا ما كاش افكار. افكار تاع بلديه يكري دامبال، يكري كاميو، يكري بوكله، يكري هذا، ما كان افكار. ويدير دراهم يجيبو، يكري كراسه يدير دراهم يجيبو، يكري لك سيتيرنا يدير دراهم يجيبو، تقول له اعطيني مشروع باش نعطيك. ياك من يجي جاي عندك الرايس ولا والي ولا وزير تاع ساكن ولا وزير تاع عامل، توجد له ارض تبدي له تخدم له، تجيب مهندسين يخدموا له، طاب طاب كي باين يديروا الحاجه، خدمت الخدمه. اش باين دير؟ اش باين دير؟ الدوله تعطو دراهم، كان يقول لك دراهم الدولة، واه دراهم الدولة، بصح التسيير تاع من؟ التسيير تاع من؟ الحاج خلى 750 مليار، 2 ملايين دولار، مليون اورو، وين راهم ذوك الدراهم؟ ما بانوا والو. قواوية يسال 75 مليون ما عطاوهالوش، المحضر البدني تاع غيليزان يسال 75 مليون ما عطاوهالوش، السبع ما عطاوهاش، اشيو ما عطاوهاش، الشارف ما عطاوهاش. سعدان دا دراهم ودار لهم تهديدات، قال لهم نهدر شتا كاين، قال لهم نروح لفرنسا ونهدر، خافوا عطاوه الدراهم وزادوا خلاو له ليبي. هاك تشوف كيفاش 75 لوطو تاع اداره تاع سيدي موسى، بقاو زوج الوطا راهم كولين، بقاو زوج الوطا راهم كولين في سيدي موسى، صاي كولاو 75 لوطو الاخرى وين راهي؟ وين راهيهم؟ يخدموا في شركات، راهم في الشركات عند اللي تعرفوهم، عند النائب وكلش، نائب تاع الاتحاديه وكلش. تروكتير يخدم بالساتيليت، اي طابي طابي يروح يطابي بلاصه الفلانيه، زعما بالساتيليت يعطي وين راه. بالك تقولوا بلي هذا مش هذه صح، كاينه ما كاش زوج تروكتيرات، ما كاش تاع الميسكيلاسيون، زوج تاع الميسكيلاسيون بروفيسيونير. النهار اللي جا المحضر البدني ذاك سبانيولي خلع، صاب واحد الوسائل خلع، بصح خونو زوج، وين راهم؟ الستوك تاع الملابس تاع ليكيب ناسيونال ما كاش، وين راهم؟ شكون اللي داهم؟ داهم الجنون وراحوا؟ شكون اللي داهم ستوك؟ هيا قولوا لنا كيفاش. لا بوسول كانوا من يديبلاصو ليكيب ناسيونال لافريك، من يدخلوا الشوابر يسيبوا لا بوسول تاع بوينت القبله بيطو يصلوا، ما صابوهمش. وين راهم؟ باعوهم للحراقه، وين راهم؟ نعطيكم غير الدواء انايا، نعطيكم الدواء، نعطيكم الدواء. الحاج بروفيسيونيل كان دايرهم لابوسول، من يروحوا زعماك لافريك يديروها يشوفوا القبله، بيطو يقلبوا القبله وين يصلوا. اما لا سيل، اما لا وين راهم دوك لابوسول؟ 40 حبه وين راهي؟ كاع راحت مكاش، بح اليميني. جواراهم يسالوا دراهمهم تاع ليبي اللي كانوا يجوا بيهم، ويسالوا لي بريم كان يعطي الحاج في ذاك الوقت، كان يعطيهم 1600، ضربك ولاو يعطيهم 1400، الاخرى وين راهم؟ الباقيه وين راهم؟ جوارا طالبوك بها، قال قلنا وين راهم؟ الا راهم يروحوا الجمعيات تاع امراض سرطان راهم يروحوا، معليش قال لك حنا كنا مع الحاج، كنا فين؟ كنا نمدوا الدراهم لي بريم تاعنا كنا نعطيهم الجمعيات هنايا، قال لك ما كناش ندوا الدراهم، قال لك بصح قلنا وين راهم؟ الا ديرهم في جيبك لا ندوهم حنا ونعرفوا روحنا اللي نعطوهم. اما لا ماجر راه كشف امور بهذه الاتحاديه، اتحاديه
اتحاديه هاويه، اتحاديه فاشله، اتحاديه غير شرعيه. راك شبه صحيتو وربي يحفظكم، تحيه الجزائر. ومازال امور، مازال مازال.